السلام عليكم، معكم دكتور سرية محمود قريطم. تعرف ان الصفل اللي بنغيره بيه على الجروح والحروق وعلى عضات الحيوانات والحاجات زي كده ليه استخدامات كتير جدا. بداية كده احنا معانا الصفل مطهر زي ما حضراتكم شايفين. صفل مطهر ده عبارة عن مادتين، مواد المطهرة القوية جدا، مادة الكلورهيكسيدين ومادة ستريمايد. الصفل له استخدامات كتير جدا، ممكن للحروق والجروح والعضات الحيوانات، ممكن ناخد معلقة منه ونحطها على كوب مية دافية ونغير بيه، كمان ممكن ناخده للنظافة الشخصية، ان انا ممكن ناخد معلقة كبيرة او معلقة صغيرة ونحطها على نص لتر مية دافية ونغير بيه، كمان ممكن نستعمله لنظافة الببرونات، ان انا ممكن نجيب معلقة كبيرة ونحطها على لتر مية دافية ونغسل بيها الببرونة اللي هي عبارة عن ايه؟ الزجاجات بتاعت الرضاعة. كمان ممكن نستخدمه في نظافة الحمامات، ان انا ممكن نجيب 3 معالق كبار ونحطها في مية الحمام. النهاردة بقى جايب لكم استخدام مهم جدا وناس كتير ما يعرفوهوش، ان الصفلون بيستخدم لعلاج قشرة الشعر. طب ازاي يا دكتور الكلام زي ده؟ اول حاجة ان انا لازم نغسل شعر بالمية الاول، وبعد كده بنجيب غطا كبير من الصفلون ونحطه على فروة الشعر والشعر وندلك بيه الشعر، وبعد كده نغسله. تمام؟ طيب الحاجة اللي عايز اقولها ان الصفلون ساعات ريحته تكون صعبة شوية، عشان كده ممكن يستخدم بعديه وراء اي شامبو تاني مفيش اي مشاكل خالص. تمام. كمان الصفلون ممكن يستخدم للوحدة بعد ما تولد، وكمان نستخدموه في نظافة المستشفيات والمنازل، مثلا في حالات لو واحدة لسه بعد الولادة ممكن نجيب معلقة صغيرة أو معلقة كبيرة ونحطها على لتر مية دافية وتستخدم كغسول عادي مفيش أي مشاكل. أنتوا متخيلين كمية الفوائد اللي موجودة في الصفلون؟ يعني احنا عارفين الحروق والخدشات والجروح، لكن احنا النهاردة اتكلمنا انه بيستخدم في نظافة الببرونات، ويستخدم كمان عشان نظافة الشخصية، ويستخدم في نظافة الحمامات، ويستخدم كمان في الارضيات، ويستخدم كمان في الواحدة ما تولد كغسول موضعي. وعرفنا الاستخدام المهم اللي ناس كتير ما تعرفوش لقشرة الشعر. كمان ما عايز انوه عن حاجة كمان، ان في شامبوهات كتير تانية بتستخدم لقشرة الشعر، اللي هو النيزابيكس شامبو، وده بنغسل بيه الشعر من 2 لـ3 مرات في الاسبوع. كمان عندنا كومبليت شامبو، وده برضو بنستخدمه للشعر للقشرة برضو من 2 لـ3 مرات في الاسبوع. وفي البوليتار شامبو كمان اللي هو خلاصة الاطرام، بنستخدمه من 2 لـ3 مرات في الاسبوع، ودول لهم حلقة تانية وفيديو تاني خالص هنتكلم على المواضيع دي بالتفصيل ان شاء الله. الصفل المطهر هو غسول رخيص جدا، سعره 8.5 وممكن يوصل ل 10 جنيه مفيش مشاكل، وسعره رخيص جدا جدا جدا، مش ممكن يختلف من شركه للتانيه من صيدليه تانيه في الاسعار، بس هتلاقيه غالبا من حدود من 8 ل 10 جنيه. تمام، يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتم. سلام عليكم.